النادي الاهلي بقياده سامي قمصان يفوز برباعيه مقابل هدف واحد على إيسترن كامباني ويستعيد ان شاء الله قريبا صداره الدوري مره اخرى. كابتن شريف الف مبروك. مبروك يا كابتن ايمن، فوز كبير ومستحق. اللعيبه عندها روح النهارده، لعيبه بتلعب متحرره في الملعب، لعيبه عايزه تقول حاجات كتير قوي، قالت عن طريق الاهداف اللي جت، اتقالت عن طريق النتيجه. مبروك لكابتن سامي قمصان والجهاز كله. الروح اهم حاجه. صحيح. زي ما الكباتن اتكلموا، تعوضك عن اي حاجه. ولكن انت ما زلت بتبحث عن القماشه والكومبينيشن اللي هو يقدر اي مدرب لما يرجع لك بقيه اللعيبه طبعا، ازاي كل واحد في مركزه يبقى بيأدي اللي ليه واللي عليه. النهارده بهني مصطفى شوبير وبقول له بلاش ثقة زايدة اللي هي في الباص، انت هايل عامل ماتش كبير قوي، يعني بلاش الباصات الصغيرة ده مش محتاجها، فخليك في الحاجات اللي هي السيفتي بالنسبة لك. هتطلع مبروك عليك الماتشين ورا بعض. مبروك كوكا، هارد لك طبعا محمود متولي. انا قلت حاسس انا بيه من قبل وهو في الشوط انه بدنيا لسه ما اكتملش وعضلاته لسه ما اكتملتش، ف يعني كل ما هيتمرن اكتر وكل ما هيبقى موجود ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يعني. في لعيبه جات لها ثقه كتير قوي زي احمد عبد القادر النهارده وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، الثلاثه اللي هو ابتدى بيهم جابوا اهداف النهارده. يا ريت الحاجات دي تبقى تخليهم تفكيرهم ويتفرجوا على نفسهم كده ويشوفوا التحركات النهارده شكلها ايه. صحيح. بالتالي محمد شريف النهارده لازم، في محمد شريف هداف الدوري اللي كان السنه اللي فاتت والسنه دي جايب 5 اجوال او 4 اجوال، يعني لازم يكون شرس اكتر من كده على الجول. لا لازم يبقى مركز اكتر من كده. لازم يرجع لنفسه اكتر من كده، لازم يعتمد على ويقول لنفسه انا السنتر فيرود بتاع النادي الاهلي، انا اللي النادي الاهلي معتمد عليا ان انا اجيب جول، انا اللي رايح النهارده العب ماتش عشان اجيب جول. بس في لقطه عجبني فيها هو اني واحد الجول بتاع حسام حسن اللي اتلغى، نزل له الملعب وحضنه وكانت لقطه جميله جدا 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 بالرغم من ان حسام اللعب مكانه. انت بتكمل شكل الروح النهارده، الناس كلها بتبعت لنا واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض دلوقتي او في الهاف تايم، او الناس عاجبها روح الفريق كله النهارده، قال لك في حاجه مختلفه. النهارده بنتفرج على لعيبه متحرره كده، لعيبه يعني مفيش ضغط عليها، الباص بيلعبوا سليم، تاني تايم كل حاجه، في سبرنتات، في ناس كبيره في السن بتدي اكتر فوق طاقتها، في محمد محمود نازل وقت صغير قوي عايز يعمل كل حاجه، عايز يبين ان هو موجود، الدنيا كلها الناس اللي بره كلها ونزلت الملعب كان عندهم فرص، كل واحد عايز يعمل اللي هو يعني اللي عنده وزياده، فدي اهم حاجه انك انت تعمل اللي عندك وزياده. شغلة بقى الجهاز الفني اللي جاي في المباراة اللي جاية هنتكلم أكيد طبعا، واللعيبة لما ترجع الروح كلها بتكتمل مع بعض، إنما كان أهم حاجة النهاردة الثلاث نقاط. بس الروح دي لو إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية لعبت بيها حتى المؤجلات ومباراة الزمالك القادمة إن شاء الله تتمكن مرة أخرى من استعادة صدارة الدوري. هو أساسك الروح. صحيح. وبيجي بعد كده جول زي اللي جابه أحمد عبد القادر النهاردة، الفرديات. شكل من تصويبات من الخارج، لعيبه اكيد هيبقى في تدعيم لكذا حد في المراكز، اذا كان باك ليفت او نص ملعبك، ديانج، سوليا، حاجه ما اعرفش هيكون. هو ديانج على فكره طلع النهارده لانه حس بكدمه، كدمه في الركبه، وبكره هيعمل الشغل. هنشوف يعني، في دي برضو ده شكل وسط ملعبك لما يبقى ما فيش ضغط بقى على كوكا في ماتش زي الزمالك، وهيلعب ما يلعبش دي قصه مدرب. أيوه. انما في نفس الوقت انت بيرجع لك الشكل الاساسي بتاعك برضو، واللعيبه اللي عندها خبره في ماتشات زي نادي الزمالك كده. صحيح. فمبروك النهارده الاهداف، ومبروك الوجود من اللعيبه، وبتمنى الماتش الجاي يبقى الروح احسن ان شاء الله، والنتيجه برضو تعودنا زي المره اللي فاتت كده ابتدينا بثلاثه في اول هاف تايم السنه دي يعني، فقولين الماتش بتاع اللي جاي ده يفرق معاك كتير قوي طبعا، يعني يفرق خلاص طبعًا. بقى يبقى انت بتقول للدوري ان شاء الله، انا الدوري بتاعي ان شاء الله. ان شاء الله.